اخواننا انا لا اتكلم لكم عن قضية الشرف، واحبز ان نقول القصيدة دي لاخواتنا ديل ولاخواننا. قصة عزة بنت محمد قصيدة واقعية حصلت في مدينة محمد عزة، محمد السيد لها التحية من هنا. البيت دافعت عن شرفها، كان يعني دا محاولة الاغتصاب ودافعت عن شرفها، وبقول يا تاريخ يا تاريخ اتمخل وقيد، وري الناس الحاصل كله واحكي ليهم قصة عزة بيت مقرات حفيدة السيد. عزة صانت شرف أماتا، وعزة الحفظة عرض أبواتا، عزة الكات من دابة صغيرة فيها لعز تربى وتاتا، عزة شالت لون الخضرة عفة مريم كل صفاتا. بسم الله يا ناس ارجوكم اعرفوا القصة وحكموا براكم، في مقرات العزة تربت ما ذكروها الناس بيشينا، لا في لسان يوم تثبت. عزة فرع من أسرة عظيمة بالأخلاق والدين تعبت، جهلة ولسه عمرها 12 راس يا رزينة هي مما تبت. من النيل من النيل رويانا معزة، فيها العفة انبهلت وكبت، شاء المولى وأصدر حكمه إنه العزة تنوح تعاني، جاه الواطي عظيم الرحمة سال سكينه وقال لها عاني، إما تشبع لي رغباتي وإما بقتلك خسي ثواني. ردت عزة سريع بي وجعة بأخلاق أنا أبوي رباني، قالت له الداير محال تلقاه الداير، قالت له الداير محال تلقاه، فوت شوف ليك مكانا تاني وما تعد لي كلامك اصلا، انت اظنك ما سوداني وما بتقدر قيمة شرفك، انت اظنك ما سوداني وما بتقدر قيمة شرفك، بترجاك يا اخي مشختاني، واما بلم الناس انا فوقك تبقى براك البادي وجاني، كشر وشه وسال سكينه، طعن العازة كمان بقوة ونادت عزة عليه صحباتها، دمها ناز من بطنها جوا، جن صحباتها وشافوا الحاصل صرخن وندخن يا بمروة. ناس الحلة سمعوا صراخن سرعة سريع يصلوها ديار، شافوا العزة صريعة واقعة زين دخوات الكات هي خيار، نقلوا العزة على المستشفى وكل الناس بتنوح يا عزة، كل الناس تبكيك يا عزة، وكل الناس بتقول يا عزة، وكل الناس قايل انها رحلت، لكن عزة عزة الروح جواها فتحت عينها ونظرت كحلت، كل الناس رفعوها ايدين حمدوا الرب على انها حية، ونادت عزة عليه صحباتها كانت داخلة على العملية، دا وصيك يا صحباتي قرب وجاي من عزة شوية، أنا كان مت وفاتت روحي وصلوا عاد لأبويا وصية، بنتك عزة تريدك يابا وبنتك عزة شريفة تغية، ما بتقلل بنتك عزة تريدك يابا وبنتك عزة شريفة تغية، ما بتقلل قيمة شرفك للشيطان تبقى له هدية، يا بمتها إن متها إن متها علي لا تحزن، وسط الناس احتز بي وقل للناس أنا أبوك يا عزة، قل للناس أنا أبوك يا عزة، وقل للناس أنا أبوك يا بنية، دا أوريك يا يابا الحاصل انت براك داريب البية، كنت برايا يابا وبفكر فجأة لقيته أمام عينيا، سال سكينه واقف جنبي قال لي توافقي وترضي بيا، كل ما أمشي لقاه أمامي كل ما أمشي لقاه أمامي، كرر قوله وصر عليا، قلت له كلاما كلاما بيو بيحتزا، يبقى الموت الموت يا زول ارحملي،
مما شرفي روح ضحية وتلاوينا على السكينة وعم الفترة يابا عليا وانا متحزمة لسه بلاوي دفرني وقعت علي رجلي قبل ما اقيف سدد لي الطعنة وكو السكينة انقرزت فيا فر المجرم وسابني جريحة وقعت صريعة علي ايديا ندعت وصحت انا ليه صحباتي هوي يا رحمة وهوي يا رغية وعم الخبر الوطن الواسع كل الناس حزنان علي الا المولى اراد لي اعيش زي ما انقذ قبلي نريا جل بوليس يستفسر مني اسمك مين يا الحر اصلية قلت له نعزة ابويا محمد جدي السيد امي سمية في مقرات تبيت من قمتا بيت بتعز ورباتا بيا اموت بيت بتعز ورباتا بيا اموت شان شرفي يكون هو معزز خير من نشرط عين والدي عز العانت شان العزة وعز الماتت لسه حية بوصي وطننا وكل بناته أبقن عشرة وأبقن مية أبقن عشرة وأبقن مية أبقن ألفي وأبقن مية وصونوا شرفكن وعرض أبواتكن وعزة تقول لكن ألف تحية وصونوا شرفكن وعرض أبواتكن عزة تقول لكن ألف تحية